مرحبا بك من نيسير كل يواجه المنتخب الجزائري الشقيق نظيره المنتخب السنغالي اليوم الجمعة على الساعة 8 مساء في ملعب القاهرة الدولي. وفي مالي التشكيلة المحتملة للمنتخب الجزائري، في حراسة المرمى الرئيس مبولحي، في الدفاع رامي بن سبعيني، جمال بن عامري، عيسى ماندي، مهدي زفان، في وسط الميدان عدلين قديورة، اسماعيل بن ناصر وسوفيان فيغولي، في الهجوم يوسف البليلي، رياض محرز وبغداد بونجاح. بالتوفيق للمنتخب الجزائري الشقيق. ما تنسيش جيم على الفيديو، ابوني عشان يوتيوب كامل.